السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض شرح البيو اندكيد، وده برنامج رائع في الريندر زي برنامج اليومن، وافضل في حاجات كتيرة زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. طيب دلوقتي مثلا هنقول له احنا عايزين نعمل فيجوال جرافيكس. فيجوال جرافيكس بيديني 3 اختيارات. على فكرة البرنامج نازل لسه من كمال شهر، حتى المعلومات عنه قليلة جدا، بس الواحد فتحه وبدأ يجرب فيه من خلال خبرات في برامج تانية، فلا الموضوع سهل. هقول له create label، بيقول لي حط الليبل بتاعك، فانا هحط الليبل. عايز الف حوالين الشكل هوت بالماوس رايت كليك، اقدر الف حوالين الشكل ده. الاسم بتاعه تقدر تغير الاسم لو انت حابب. هنا البوزيشن بتاعك لو انت عايز تعدل فيه، الروتيشن الشكل دوت، ده لو انت حابب ان انت تكبره شوية، لو انت حابب تخلي في مرحلة الكونستراكشن. ده هنا نطلع فوق هنلاقي ده الهيدر تكست، هسمي هنا بيم اريبيا، وده نوع الخط. السايز بتاعه لو انت حابب تكبره عايز تخليه في المنتصف، وده بيت البادي تكست النص اللي هتتكتب، نوع الخط، اللون نفسه لو انت عايز حابب ان تغير في اللون. كل المعلومات الخاصة بان انت لو انت حابب ان انت تعدل في شكل الكتابات. طيب ممكن تقول له احنا مش عايزين ديت، ممكن نقول له طب احنا عايزين نعمل اريا. يعني ايه اريا؟ يعني عندي مثلا المنطقة دي مثلا منطقة لسه هيتم البناء فيها، فانا اقول له ان انا عندي المنطقه من هنا لهنا لهنا لهنا، دي كلها منطقه تحت البنى. طيب المنطقه ديت ممكن تبدا تغير الروتيشن بتاعتها لو انت حابب، ممكن تعدل في الزد روتيشن، ممكن تغير تنقلها، تقول له ان دي في مرحله الكونستراكشن. خلاص انا عملت له كونفيرم الاريا. طيب بيقول لي عايز توزيعها بعمل ازاي، تقدر تحدد الهاتش اللي هيبقى موجود ولونه والجلو سترين، بحيث ان المنطقة دي تبقى معروف ان المنطقة ديت. طبعا كل نقطة من دول تقدر تعمل عليها سيلكت وتعدل فيها بالشكل دوت، دي تبقى زي منطقة عمل مثلا، حاجة زي كده. طيب دي الاريا. طيب هقول له انا عايز اعمل باصص وي الراو. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول له ان الطريق دوت العربيات ماشية في انهي اتجاه، انا بتحرك بكل سهولة من خلال الاسهم. تعال نشوف اي طريق من الطرق وليكن مثلا دوت، بقول له ان انا عايز اعمل كرييت بس الراو بس وي الراو، وابدا اقول له ان انا عايز اقول له ان من هنا لهنا لهنا. خلي بالك الاسهم بدا يحطها ان ده الاتجاه بتاعي لهنا وهكذا، عشان لو في الطريق مثلا ده جاي من هنا ولا جاي من هنا يبدا يتحدد معايا، وتقدر تحدد الاكس والواي، وكل نقطة من دول تقدر تعمل عليها سيلكت وتعدل فيها لو انت حابب. وهكذا. فيبقى اللي ماشي في الطريق عارف ان ده الاتجاه ده ناحية اليمين، ده رايح الناحية دي او جاي الناحية دي، وكل نقطة من دول فيها الاكس والواي بتاعتها، بحيث وانت بتعمل فيديو يبقى واضح جدا اتجاه الحركة هيبقى عامل ازاي في الطريق.